في هذه الفقرة راح تكون ضيفتنا كاتبة روائية في رصيدها 3 أعمال من الكتابات، آخر إصداراتها رواية سكن الطالبات. معروفة عن كاتبتنا إنها تحب التمرد في كتابة عنوان الرواية. الرواية الأخيرة اللي هي سكن الطالبات اكتبت عليها إنها من سن 18 فما تحت. لماذا؟ هل هي إن الرواية ما تصلح لفوق سن 18؟ شنو المقصود من هذه الحبكة؟ راح تسولف لنا وايد عن هالموضوع ونسألها أسئلة كثيرة. رحبوا معاي بالكاتبة والروائية أريج له. يا مرحبا وهلا فيك يا أريج. هلا فيك زود حبيبتي ريم، حياك الله. عبد اللطيف، سعيد إني أكون معاكم في قناة الرأي. أنا وايد أحب القناة تحديدا، ومو ضيفة جديدة ترى، أنا دائما راح أرد عندكم. صحيح حبيبتي، يعني صديقتنا، صديقة البرنامج بشكل عام، صديقة تلفزيون الرأي، حياك الله منورتنا. خلينا نتكلم مع رواية في سكن طالبات اللي هي روايتك الأخيرة. نعم. والغريب في الموضوع أن هي تحت 18 سنة. سويت ربكة سالفة تحت 18. شوفوا، هو بلش الموضوع أن أنا كتبت روايتي الأولى، ولما كنت أحضر معرض الكتاب كانوا يجون بنات صغار، خصوصا البنات 13-14، نبي ناخذ روايتك. أقول لهم ماما مو حق عمركم، مو حق سنكم، هي ما فيها شيء، بس يعني المشكلة الحبكة ما راح تتناسب مع تفكيركم، أسلوب بعض الكلمات. أي، فرشح لهم كتب ثانية. وكثير من اللي في ناس قرأوا الرواية الأولى، فكتبي لنا رواية حق عمرنا. قلت لهم إن شاء الله. صدف أن السنة الجاية نزلت لو باقي ليلة، وأيضا كانت نوعا ما حبكتها فيها تفاصيل قانونية، فيها أشياء. فهم لما كانوا يأخذون أقول لهم أخذوا عليكم بالعافية، بس والله ما راح يعجبكم، وعد وعد راح أكتب كتاب إهداء، هدية مني لكم حق سنكم. فلذلك أنا خصصت هذا الكتاب في حق سكن تحت طالبات. نعم، حق تحت 18 سنة، ولكن هي رواية تناسب الكل، لأن فيها قصة أشوف فيها قيمة للكل. بس أنا حبيت أني أخصصهم بهالشيء، لأن في كتب يقول لك حق فوق 18، طيب في كتب طبعا حق تحت 18. واتوقع يمكن اول يعني كاتبه تسوي هذا الشيء تحت 18. ما تابعت موضوع لنا اول ولا اخر، بس حبيت اني اخصص لهم هذا الكتاب. بس احس لو بيكتبون يعني مثلا تحت 18 او فوق 18، وبالذات فوق 18، انه فيها يعني مثل التسويق، لان اللي تحت 18 والمراهقين لو بيشوفون، تعرفين فيهم يعني يحبون الاستطلاع الزايد، فتشوفينهم يشوفون هذا الموضوع لا يروحون يشترون الروايه اكثر. صح، بس شوفي الحين انا ما اشوف انه في كتاب فوق 18 تحت 18. المفروض ان الموضوع خلاص يعني في تلفزيون، في ميديا، فمايت على الكتب. يعني انا لو كان مخصص لي، ولو كان الخيار لي، واكثر مره اقول انا لو كان عندي عيال ما كنت راح امنع احد فيهم انه يقرا كتاب روايه، كتاب علمي، كتاب ثقافي، كتاب شنو ما كان، حتى لو كان تاريخي او حروب. يعني بالنهايه هذه ثقافه، فما فيها مشكله بالنسبه لي، لكن انا احترم ثقافه الناس الاخرين. الكتاب هذا يعتبر ضيف في بيوت الناس، ولذلك انا احترم. يعني حتى لما تيجي واحده تقول لي اخذ كتابك حق بنتي او لا، اقول لها لو كانت بنتي راح اخليها تقرا، بس انا ما ادري شو تربي عيالك. يعني اعتقد يمكن اريج هو يعتبر على اسلوب الكاتب اللي راح يخلي ان كل الفئات ممكن يقرون كتاب باستخدام مصطلحاته. صحيح. في الكتابه صحيح صحيح، في كتب مو مناسبه ممكن تكون شويه صعبه. صحيح. على الصغار، لذلك انا تعبت على فكره وانا اكتب هالكتاب، لان استخدمت اللغه العربيه المباشره حيل والبسيطه. يعني كثير في تصاوير او تعابير اكتبها احس راح يصير صعبه عليهم يفهمونها لانها مو مباشره. اغلب الكلام اللي كان موجود والرسائل اللي كانت موجوده كانت مباشره. لذلك في بعض من قرائي لما كانوا يقرون لي الكتب اللي هي مخصصه للكبار، كان يقولون نحس ان الكتاب اختلف علينا الاسلوب. اقول لهم انا بعد اختلف علي، انا اول مره اكتب كتاب. المتعه ما كانت في العمليه الادبيه كثر ما كانت في الافكار التربويه اللي انا ابي اوصلها، في القيمه اللي انا ابي اوصلها، بالعمر اللي انا قاعده اخاطبه. فعلا، شلون لقيتي ردود افعال اللي هم ما فوق ال 18؟ والله عندي زملاء اساسا من الرابطه، كوني انا عضو في رابط الادباء، اعرض عليهم الكتاب قبل ما ان اقررني اطبعه. فكلهم كنت اقول لهم، لان انا كتبت الكتابين مع بعض بس ما نزلتهم مع بعض. فكلهم كنت اقول لهم ترى في سكن الطالبات حق الصغار، فحطوا في بالكم يعني شوي شوي عليه. فلما قروها قالوا لي ترى بالعكس ما فيها شيء، يعني هي مناسبه حق الكبار، ليش انت مخصصه؟ قلت لهم ما ادري، يعني يمكن لان القصه ما فيها شيء اجتماعي رومانسي، اكثر شيء كان انه بنات وما يبون يعيشون في بيوتهم، كل واحده عندها مشكلة بسيطة، اللي تقلد أختها، اللي مثلا معجبة بفنان وتبي تلتقي بأي شكل، اللي أمها مريضة وعندها حالة نفسية أنها حزينة ومنطوية على نفسها، يعني مشاكل نوعا ما بسيطة وعايشين في السكن، فتخيلت أنها مناسبة للصغار. لكن والله في ناس كبار قروها وأشادوا فيها.
ممتاز. كان بحكي تعبي أنا. بالعكس يعني ليش الحق إنك أنت تكلمين عن توضحين شنو في الكتاب بشكل عام. هل بعد ما قاطعك عبد الله حلو الكاتب إنه يقيم كتابه ويشوف شنو الأشياء السلبية والإيجابية صحيح. عشان يتطور في الكتابات اللي. أنا لو بقعد أقيم كتابي وكتاباتي ترى ما بخلص ما في شيء عاجبني دائما والله العظيم لليوم لما معنا ينطبع يعني تصدقيني قبل ما ينطبع أقل شيء 10 مرات مراجعته ولما ينطبع لو الكلمة لو الجملة. شوف لا أتوقع هذا ترى موجود عند كل يمكن أي مهنة. حتى احنا مثلا كاعلاميين لما نقدم حلقه ليش ما قلنا هالشغله حق الضيف ليش قاطعتني وانا اتكلم ليش لا لا نغزلت لا لا بالعكس ريم عسل لا لا انتقشنا طبعا دائما في كل واحد لما يسوي شغله يشوف انه يمكن هو مقصر بحاجه بس الناس تشوف انه هو بالعكس لا مقدم شيء حلو لكن لما نتكلم عن الروايه بشكل عام هل هي واقعيه ولا من وحي الخيال او دمجتيهم اثنينهم شو ماكو شيء عملية أدبية خيالية بحتة إلا تكون يمكن خيال علمي وهم يستمدون من الواقع شوي ولا كو شيء هم حقيقة 100% ممكن الخمس بنات بلشت السالفة أن أنا كنت معلمة سابقا فكانوا طالباتي ومو طالباتي أمانة ما كنت أدرسهم بس كنت أحبهم يعني كانوا مجموعة بنات وكانوا يقولون أبلا كتبي لنا شيء حقنا فأنا عندي مشكلة لما أختار أسماء الأبطال في القصة دائما أشوف من ساكن في بيتنا اللي يمر قدامي أوكي اسمي راح يبقى فقال لي أبلا نبي اسمنا يكون في كتاب قلت لهم هل تصدقون أنا صدق كاتبة قصة المفروض خمس بنات هم كانوا أربعة والخمسة كانت مرحلة ثانية فطالعتهم كذي قلت لهم نورة هيفاء مها فاطمة ريتاج بس ما له شغل بشخصيتهم لا ابدا عسل لهم لا حرام بس حطيت اسمائهم في الروايه وحبيت انه يكون هذا الكتاب يحسون انه هم جزء منه وحبيت انه كل اللي يقرون يحسون انه هم ايضا جزء منه فبالتالي حتى المشاكل الموجوده موجوده في كل بيت هذه الروايه الاولى هذه روايتي الاخيره زحمه روايه انزين ذكرتي انت الاسماء والشخصيات اللي انت اخترتيها وذكرتي ايضا ان ما بين الشخصيات شخصيه واقعيه اي هذه شغله شوفي من العام انا كاتبه باخر الروايه ان منو اكثر شخصيه انتم حسيتوا انكم مرتبطين فيها وواحده منهم حقيقيه اختاروا طبعا تحسين انها كانت ابله فكوز عارفه انها تحطين صح علي بس قبل كم يوم بس واحدة كلمتني بالإنستغرام وقلت لها قالت لي من الشخصية الحقيقية قلت لها الاسم قلت لها أنت أول واحدة ترى أقول لها إذا ما تقدرين تقولين لها اسم مها مها هم لازم يقرون الرواية بس مها كانت شخصية اللي أكثر واحدة تقريبا كانت مضطربة فيهم عندها مشكلة تشوف الأشياء تشوف الميتافيزيقية أكثر ما وراء الطبيعة تؤمن بالخيال كانت هي شخصية حقيقية أنا كنت أعرف شخصية نبي نعرف شنو سالفة الإهداءات اللي وراء الكتاب بالأخير الهداءات تقريبا 13 او 12 شخصيه اعلاميه معروفه من ضمنهم اتشرف طبعا بالاستاذه نوال الكويتيه اهدتني هداء خاص للكتاب ام حنين ولد الديره طارق العلي استاذ بركات لقيان حسين المهدي شخصيه بالروايه نفسها كحسين المهدي ولكن ادرجته في الروايه كانت الفكره بسيطه اول شيء بلش الموضوع انه وايد امهات وناس كبار يقولوا لي حتى من اهلنا ان عيالنا يحبونك فلما تقولين شيء راح يسمعونه منك فكتبي شيء اثري فيهم يعني استغلي هذا الموضوع حسيتهم هم بعد يبون يستغلوني بين بينكم فقلت لهم مو مشكله راح اكتب لكم دام ان البنات يحبوني فحاولي اعطيهم رساله ايجابيه بعدين فكرت انه مو كل الناس راح تحب اريج الله يعني مو كل الناس تعرف اريج الله فاللي يصيروا لي ولي انا كنت ادرسهم ولا يلتقوا فيني بس الباقي منو ففكرت منو الشخصيات اللي الناس تحبها خلنا ناخذ منها اهداء كلمه خلنا ناخذ منها رساله خلنا نجرب نسوي شيء شويه بوزيتيف فجت الفكره اول شيء مع فنان وقال لي اوكي وجت الفكره مع مذيع وقال لي اوكي بعدين جت الفكره مع استاذه لطيفه اللغاني مدربه وقالت لي اوكي وصار طبعا نوجه لهم تحيه كل الاسماء اللي ذكرتيها واعتذر للي ما ذكرت اسمائهم الوقت ما يسعفني ولا ذاكره امانه كبر شين بس ان حطيت اسمائهم ورا واتشكر منهم كثير لانهم كانوا جزء وايد مهم في العمل ممتاز. سؤال اخير اريد قبل الختام جدا مستمتعين بالحوار معك بس داركنا الوقت اللي نعرفه ان انت كاتبه مقالات في صحيفه خليجيه كلمينا عن هذه التجربه جو المقالات يختلف عن جو الرواية يختلف عن جو النصوص يعني أحيانا أكتب رواية لأني أنغمس بحالة وأحيانا أشوف موقف أقرأ خبر بيأثر فيني مشهد أشوفه وأحس أنه هو المنفس متنفس لي مقالاتي شوي جوها مختلف عن الرواية كون أنه والله أنا أمس ملتقي بصديق يقول لي أريج تدري أنت مرة دازت لي لينك مقال بنام عين مبطلة وعين مسكرة كان أقول أريج قاعد تسوي لأن العناوين عادة تكون جدا جريئة تجرب فيقول أنا بنام بس ما قدرت قريت مقال قلت لا زين أمورها طيبة خوفتيني يعني وأنا شي خرع فأحاول شوي أن أكون متواصلة مع الكل قريبة منهم ففي شيء أسبوعي في شيء سنوي
ممتاز، كل التوفيق لك الكاتبه اريج له، وشكرا على هذه الهدايات لي ولزميلتي ريم، وان شاء الله نشوفك في انجازات ثانيه والكتاب الرابع اللي راح تسوينه باذن الله. طبعا هذه كانت حلقتنا اليوم، اتمنى استمتعتوا، نشوفكم باكر على موعد جديد، مع السلامه.